يعني ايه مريض حساسيه، اه وكلمه حساسيه دي كلمه عامه تشمل تحتها انواع كتير قوي من صحيح الحساسيه، ويعني ايه حساسيه. مش كل جهاز مناعي الانسان بيتعامل مع البيئه الخارجيه او الغذاء او الدواء بنفس الطريقه اللي بيتعامل بيها مريض الحساسيه. مريض الحساسيه هو عنده جين، عنده اجسام مضاده بتتفاعل هذه الاجسام المضاده بصوره مفرطه، بيكون رد فعل جهازه المناعي تجاه الاشياء الخارجيه او الداخليه سواء كان غذاء او بيئه او دواء بصوره مفرطه، فهي رد فعل مفرط لجهازه المناعي تجاه اي مسبب او مهيج خارجي. ايه هي الحساسيه اللي بتقابل الانسان؟ هنبتديها من عينيه لمراخيره لصدره لجلده لجهازه الهضمي نفسه، في بعض الحالات اسمها حساسيه هضميه. صحيح. طب ايه هي المثيرات اللي رد فعل جهازنا المناعي بتختلف من شخص التاني في تفاعلها؟ قد تكون المثيرات دي مثيرات بيئيه، الشخص لو استنشقها او لمسته تعمل عنده نوع من الحساسيه، او تكون مثيرات غذائيه لو هو كلها بيكون رد فعل جهازه المناعي تجاهها مختلف عن شخص تاني، او تكون دوائيه لو هو خد الدواء بيحصل له رد فعل مختلف من شخص للتاني. يبتدي بالعين، العين تتحسس اذا تعرضت لتراب، تعرضت لغبار، تعرضت لفطريات او حبوب اللقاح، الشخص يشعر بحكه في عينيه، احمرار او دموع مفرطه. الانف تتحسس اذا تعرض الشخص الى مثير خارجي هوائي زي الاتربه، الغبار، عده الفراش، الفطريات، حبوب اللقاح. الرئه تتحسس بنفس مثيرات الانف اذا تعرض الشخص الى مثير بيئي زي التراب، الغبار، الفطريات، او اذا اخذ عدوى تنفسيه سواء كان برد او انفلونزا. يتحسس الشخص ايضا من الفيروس بتاع العدوى التنفسيه، بيجي له ازمه تماثل ازمه الرب بالفعل. الحساسيه الجلديه يتحسس الشخص من ماكل، من غذاء معين. ليه ابني يتحسس من لبن وابن فلان لا يتحسس من لبن؟ لان الشخص بيبقى عنده تحسس غذائي تجاه هذا المسبب فقط لا غير. ليه ابني يتحسس من انواع معينه من المطاط او انواع معينه من الدواء؟ لان لديه اجسام مضاده موجهه تجاه هذا المثير او المسبب الخارجي. بعض انواع الحساسيه بتكون انواع ليها جين او فاكتور معين مورث من الاب والام، ومش شرط انه يورث نفس الجين، بمعنى ممكن الاب يكون عنده حساسيه انف، الابن يكون عنده حساسيه صدر. ممكن الام يكون عندها حساسيه جلد تورث في صوره نوع مختلف في الحساسيه الجلد. مش شرط نوع الحساسيه، هو جين يعبر عن نفسه في صوره حساسيه انف او حساسيه صدر او حساسيه جلد، بمعنى ان جزء كبير من انواع الحساسيه تشخص انها حساسيه مورثه من الاب والام او الاجداد. طيب الجين ده الطفل ورثه، ولكن هل بالضروره ان هو يظهر في مرحله معينه من حياته، ولا ممكن انا اورث الجين ده ولكن عمر ما يجيلي نوبات من الحساسيه في اي مكان من اللي احنا ذكرناه دلوقتي في حياتي؟ بالفعل. طب ايه بقى الحاجات اللي ممكن تخلي الجين ده يعبر عن نفسه بسهوله او بسرعه؟ اول حاجه الاستخدام المفرط للمضادات الحيويه منذ الصغر. اطفالنا اللي احنا بيجي لهم ادوار برد باستمرار وبنضطر نديهم مضادات حيويه، حقن او ادويه شرب في ادوار فيروسيه لا تحتاج الى مضاد حيوي، بتقتل عندهم ما يسمى بالبكتيريا النافعه في جهازهم الهضمي. البكتيريا النافعه دي ليها دور توازن مناعي في جسم الانسان، اذا حدث خلل في هذا التوازن الجين الحساسيه ممكن يعبر عن نفسه بسهوله. الرضاعه الغير طبيعيه، الرضاعه الطبيعيه هي رضاعه مناعيه بتحسن من جهازنا المناعي بنسبه كبيره جدا، اذا حصل خلل في هذه الرضاعه الطبيعيه او طفلي ما رضعش طبيعي، اول رضعه لطفلي هي اهم رضعه في حياته، لان هي دي اسمها الرضعه المناعيه، دي بتاثر على طفلي وتساعد ايضا في حاله عدم الرضاعه الطبيعيه لظهور اعراض الحساسيه مبكرا. تخيل بعض الاطعمه او اثارتها جسم الانسان بصوره مبكره قد تؤدي الى ظهور اعراض الحساسيه. استخدام المفرط المضادات الحيويه، الرضاعه الغير طبيعيه، كل دي عوامل قد تؤدي الى ظهور الحساسيه. اولا مش الرضاعه الطبيعيه المقصود بها الرضاعه فقط، وادخال الاطعمه والفطام في مواعيده الطبيعيه. بمعنى ايه؟ ان انا طفلي ان انا رضعت رضاعه طبيعيه، وبالذات الرضاعه الاولى من حياته بتحتوي على حاجه اسمها الكولسترام. الكولسترام دي اجسام مضاده مناعيه بتعمل نوع من التعادل المناعي في جسم الانسان وتحافظ عليه مناعيا ضد ظهور ان انا لو دخلت له اي نوع من الغذاء ما يحصلش بعد كده نوع من التحسس. بتحتوي على اجسام مضاده، اجسام مناعيه بتنقل لي جزء كبير مناعه ضد امراض وعدوات تنفسيه او امراض معديه تقلل بالفعل من نزلاته. يعني طفلي اللي بيرضى طبيعي بتقل معدل النزلات المعويه، بتقل معدل الاصابه بالفيروسات، لان الغذاء الرضاعة الطبيعية هي غذاء مناعي بتحافظ على مناعته، فلما رضعته طبيعي مناعته جيدة، قلت استخدام المضادات الحيوية، قلت استخدام المفرط للمضادات الحيوية بسبب ان انا ما بقاش عنده ادوار يحتاج فيها الى مضادات حيوية.
كذلك بتنمو نوع من البكتيريا النافعة في جسمه، وده بيساعد بنسبة كبيرة بتعمل حاجة اسمها التعادل المناعي. عندي بقى ايه سن ان انا ابتدي اتدخل في الغذاء في سن 15 او 6 اشهر، ادخله بصورة لو حصل رد فعل عنيف او مفرط تجاه غذاء معين انا بوقفه، لو رد فعل جهازه المناعي ضد هذا المسبب ضعيف ببتدي ادخله بالتدريج عشان اعود جهازه المناعي تجاه هذا الغذاء اللي هو ممكن يكون حصل له رد فعل تحسسه تجاهه. بنفرق عن الغذاء الحساسات الدوائيه، الحساسات الدوائيه بالذات ان احنا لو حصل رد فعل تحسسي تجاه هذا الدواء هو الحاجه الوحيده ان انا لا يؤخذ هذا الدواء نهائيا ولا هو ولا مشتقات. لكن الحساسيه الغذائيه من نعمه ربنا بيحصل لها تقبل تدريجي، منع ليها مش منع مطلق، منع وقتي ويتم الادخال مره اخرى بصوره طبيه معينه بجرعات تدريجيه. اكل بالذات غذاء طفل البدائل بتبقى غير متاحه ان انا طفل حياته بتتقبل غذاء معين بيحتاج لعناصر غذائيه معينه، على عكس الدواء. انا تحسس من ماده السيفاتراكسون ودي كانت حصلت بعض الحالات كارثيه، تم اخذ حقن وحصل حالات وفيه، مفيش مادام هناك بديل من الحقن بادويه اخرى يبقى انا مش مضطر ان انا اعمل ادخال تاني واجازف بحياه طفل واقول للام نجرب تاني ناخد حقنه مضاد حيوي ونشوف هيجرى له حاجه ولا لا. لا طبعا، منع المضادات الحيويه يجب اعطائها لو في ضروره النوع ده ملوش بديل، يتم اخذه بعد اجراء اختبار حساسيه وداخل مستشفى، لا يتم اخذه في صيدليه او عياده. يعني حتى لو عملنا الاختبار وطلع سلبي بيتم وضع برضه خطه طوارئ، ان في نسبه خطا في الاختبار ان هو يبقى سلبي وبرضه يحصل رد فعل تحسسي، ودي حصلت مع حالات كتير. فبالتالي حقن المضادات الحيويه لو كان هناك بدائل يتم الاستغناء عنه، لو ما فيش بدائل تؤخذ داخل المستشفيات بحذر ويكون هناك خطه طوارئ مجهز باسعافات طارئه في حاله حدوث رد فعل تحسسي عنيف تجاه المضادات الحيويه. احنا فرصه ان احنا نتكلم على حقنه البرد دي، لانه انا بشوفها من اخطر الحاجات اللي ممكن ناخدها، وبعدين هي شائعه جدا عندنا والناس بتستسهلها وبتشوف ان هي بتجيب معاها رد فعل سريع، ولو هو حاسس بهمدان مش قادر يتحرك نتيجه دور البرد، لا لما بياخد حقنه المضاد الحيوي دي بيحس بتحسن سريع. ايه خطورتها يا دكتور؟ للاسف ارتياح وهمي او ارتياح كاذب. الحقنه دي بتحتوي على ثلاث حاجات: مضاد حيوي، حقنه كورتيزون، حقنه مسكن. اكيد الشخص اللي عنده برد وسخونيه ما ياخد المسكن والكورتيزون هيحصل له نوع من الارتياح. صحيح. في مقابل الارتياح ده هو ارتياح وهمي لان دي تسكين فقط، انت ممكن تاخد اراس باراسيتامول بجرعه مضاعفه هتسكن لك نفس التسكين. لكن عيان يحتاج الى الارتياح الوقتي السريع للاسف، ولكن بيضر نفسه. بيضر نفسه ليه؟ اولا خد مضاد حيوي لعدوى، هي في الاصل مش محتاجه مضاد حيوي، بتضعف مناعتك، بتموت البكتيريا النافعه في جسمك، بعد كده بيحدث نمو جيل من البكتيريا مقاوم لهذا النوع من المضادات الحيوي بسبب ان انت افرطت في استخدام مضاد حيوي بدون داعي. ثانيا انت خدته بدون اجراء اختبار حساسيه، ودي كارثه ممكن تؤدي الى وفاتك واحداث صدمه حساسيه. ثالثا انت خدت معاه حقنه كورتيزون، ممكن لو انت عندك استعداد يجيلك السكر يجيب لك السكر، يحصل لك مشاكل في العظم، نقص في الكالسيوم، تكرارها كتير يؤدي في اطفالنا الى مشاكل صحيه في نموهم ويكونوا عرضه اكثر لاصابه بالسكر. خدت مسكن بدون داعي ممكن يؤثر على الكليه وخدت في صوره حقن. فبالتالي انت خدت ثلاث حقن بدون داعي اولا، وثانيا لهم عوامل خطوره كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي بتاخده بدون داعي. خطير جدا. طب والبديل بقى؟ العين ده لو ارتاح يوم مع خفض الحراره التقليديه اللي احنا عارفينها ماده الباراسيتامول مع السوائل هيحدث نفس الارتياح وبدون اي ضرر طبي عليه ولا بدون مخاطره دخول في صدمه حساسيه وفيه بسبب هذه الحقنه. عنده لي طب ما انا عندي برد اعمل ايه؟ حضرتك ارتاح في البيت، اشرب سوائل كتير، عصاير تحتوي على فيتامين سي، خد اقراص باراسيتامول خفض الحراره حتى لو ضعفت الجرعه ليس الضره نهائيا. فاجئك بقى، الخريف أسوأ من الشتاء في العدوى التنفسيه. يعني الوقت اللي احنا فيه ده هو موسم انتشار عدوات التنفسيه عكس الشتاء لما يحصل انخفاض شديد في الحراره وثبات فيها. طب ليه الفصل ده او التوقيت ده هو اخطر من الشتاء في العدوى التنفسيه؟ اليوم على مدار اليوم ما بين ارتفاع وانخفاض للحراره ده موسم نشاط للفيروس. الفيروس بينتشر لما يحصل نوع من الانخفاض او الارتفاع المفاجئ في درجات الحراره، التفاوت في درجه الحراره. ده يساعد على انتشار العدوى التنفسيه. بخلاف ان احنا في الفتره دي هي فتره المدارس، هي فتره التجمعات، فبالتالي انتشار العدوى بيكون اسهل، يعني العدوى بتنتشر بسبب التقلب الجوي ما بين انخفاض والحراره، كذلك تجمعات في مدارس وحضانات يساعد على انتشارها بصوره اكبر، كذلك قرارات الام بقى، انا شتاء ولا صيف؟ الجو حر ولا ساقع؟ انا هتقل ابني لان جو النهارده ساقع، لا انا هخفف له تاني لان النهارده حر شويه، لا انا هشقل له بالليل واخفف له بالنهار. عدم الثبات في لبس طفلي وحرارته ده بيساعد على عدوات تنفسيه. الصدمه الحراريه، ابني جاي من بره ولبسته تقيل وكان الجو حر
وقمت مقلعاه عشان الجو حر، اول ما يروح انا بعرضه لتيار هواء ممكن يحدث له نوع من البرد او الانفلونزا او صدمه حراريه. فبالتالي التوقيت ده هو اخطر التوقيتات في انتشار العدوى التنفسيه، ومن اخطر التوقيتات على مريض الحساسيه. ليه؟ انتشار العدوى التنفسيه هي اكثر مهيج لحساسيه الانف والصدر. دور البرد او الانفلونزا عند مريض حساسيه الانف والصدر يكون وقعه اخطر من الشخص العادي. ليه؟ لان رئه الشخص اللي عنده حساسيه مع دور البرد ده مهيج ليها التهاب. مجرد الالتهاب الرئوي ده يساعد على ظهور الازمات الربويه بصوره سريعه جدا. تلاقي الطفل اللي يجيله برد صدره مأزم، وبالذات اللي عنده حساسيه. دور البرد ودور الانفلونزا بيخليه يخش في ازمات صدريه، محتاج الى الجلسات والنايزر المتابعه الجيده. ده خصوصا مريض حساسيه الصدر في هذا التوقيت بيكون معاناته اكثر من غيره. طب الام ازاي هتفصل ان ابني ده في نوبه حساسيه حقيقيه ولا ده برد عمل له مضاعفات او انفلونزا عمل له ضعفات تنفسيه؟ لو ابني عنده ارتفاع حراره، عنده التهاب في الجيوب الانفيه نتيجه دور برد، سخن ورشح، ده دور برد قلب بازمه حساسيه اسمها التهاب شعبي تحسسي. يعني دور النازله نفسه هو اللي هيج عنده ازمه الربو اللي كانت بتجيله على طول. وده ممكن يحصل مع مريض الحساسيه، وبيعالج بادويه الحساسيه موسعات الشعب ومضادات التهاب، ولا يعالج بمضادات ضد الحيويه نهائيا. دكتور لعيبة الفراش، لانه زي ما حضرتك قلت دلوقتي انه كتير لما بنطلع الهدوم الشتوي، وعلى فكره حتى واحنا بنطلعها يعني في المكان اللي احنا حاطينه، سواء بقى الانف يعطس كتير اول ما يطلع اللبس كتير جدا نوبه من العطس، يعني هو بيطلع الهدوم الشتوي وعمال يعطس بشكل متكرر جدا، ممكن 8 9 10 مرات ورا بعض. الاصواف، الوبريات، الملابس الغير قطنيه هي اشهر ماوى لهذه الحشره. حشره لا تورى بالعين المجرده، ما بتشتفش، بتعيش في السجاد، بتعيش في الموكيت، بتعيش في البطانيه، بتعيش في المرتبه، بتعيش في المخده، ما بتشتفش. احنا بنبقى مخبين اللبس وحاطينه ومش متهوي وافضل اطلعه. لا، المفترض اول ما اخرجه بحطه في كيس واوديه المغسله الاول قبل ما الطفل يلبسه، قبل ما اتغطى بالبطانيه اودي كل المغسله. لكن ما اخرجوش واحطه في الدولاب على طول؟ لا لا، ما احطوش على السرير على طول. لا، اصل احنا كتير مننا قبل ما يشيل الهدوم الشتوي بيبقى غسلها ومجهزها عشان تطلع على طول تترص او تتحط في الدولاب. فتره اللي حادت فيها فتره مطوله قد يحدث فيها تراكم تاني لغايه الفراش، فيفضل غسلها مره اخرى قبل اخراجها او قبل ارتدائها. تاني حاجه الصوف، الوبريات، السجاد، الموكيت. هنا بقى بجو ساعه بنبتدي نحط سجاد في اوضه النوم. لا يستحسن طبعا حط السجاد في اوضه النوم، لانه برده من اشهر ماوى لحساسيه لعده الفراش اللي بتهيج الحساسيه. تلاقي العيان اول ما يخش اوضه النوم بالليل، اول ما ينام على السرير نوبه من العطس، انا بحس بكتف سرير اول ما اخش اوضه النوم، دي حساسيه عده الفراش للاسف. ساعات ايا كان يعني في مكان مكيف، وبعدين ينزل بقى يروح بيته، اول ما ينزل للجو العادي الطبيعي يعطس بشكل برده متكرر جدا. اختلاف درجات الحراره ما بين جو ساقع تكييف شغال بصوره كبيره جدا وخلاص انا خدت عليه، وبعدين اتعرض بقى لحراره عاليه في جو خارجي، على طول استنشاق الجو الدافي ما بين اختلاف الحراره ما بين ساقع وبارد، ده ممكن يزود نوع من الحساسيه وكتمه النفس او العطس. طيب حضرتك بتنصح ايه مريض الحساسيه بالذات في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ وحضرتك قلت انه يمكن فصل الخريف هو من اكتر الفصول اللي مريض الحساسيه فيها بيعاني معاناه شديده جدا. هل مثلا لبس الكمامه اللي كنا بنلبسها من سنتين ثلاثه طول الوقت بسبب كورونا طبعا، هل هي ملائمه ليه ان هو يلبسها في ظروف معينه لو تعرض ليها عشان يقلل من نوبات الحساسيه؟ هنقول شوية نصايح ازاي نتجنب حساسية الخريف قبل الشتاء، من ضمنها دي هنذكرها. أول حاجة، هو أنا خايف من الشتاء ليه؟ عشان نزلات البرد والإنفلونزا اللي هتهيج صدره. يبقى أنا هقول لمريض حساسية الأنف، إذا كان الأولى لينا جميعا ناخد مصل الإنفلونزا، أنت لك الأولوية الأولى، ومهم جدا إن أنت تاخد لقاح الإنفلونزا قبل الشتاء. طب ليه لقاح الإنفلونزا مهم؟ هيقلل من معدل الإصابة بالإنفلونزا، وبالتالي مش هيجيلك ازمه بسبب الانفلونزا او الاصابه التنفسيه الرئويه. فبالتالي اول نصيحه لطفلي او لحد مريض حساسيه سواء كان طفل او حد كبير، ان هو ياخد لقاح الانفلونزا. طب يؤخذ امتى لقاح الانفلونزا؟ الان، مهم جدا، مش الان كمان، المفروض الان دي من شهر كمان، شهر 10. الان يعني الان يعني ناخذ لقاح الانفلونزا. حلو جدا. ايه الشهور المفروض ناخد فيها مصل الانفلونزا عشان تبقى فعاله؟ شهر 10 اكتوبر، شهر نوفمبر،
شهر 10 و11. طب لو خدناها في 12 مش بتقل، بتقل الفتره اللي بتاخد فيها حمايه. انت عايز تاخد بدري عشان تاخد حمايه اطول، فما بتاخد 10 بتاخد حمايه اطول. دخلت في 11 الحمايه تقل، دخلت في 12 الحمايه تقل، دخلت في 1 2 انت الشتاء قل، خلاص انتهى معدل اصابه الانفلونزا بيقل تدريجي كلما دخل الشتاء. يعني احنا في الخريف معدل اصابه الانفلونزا اكتر، بالتالي كل ما ابتدي اخد لقاح الانفلونزا كل ما يكون افضل ان انا ابتدي ببدري. يعني الشهر ده الناس تلحق وتاخد مهم جدا من سن 6 اشهر فما فوق، جميع الاعمار، الحامل تاخد، المرضعه تاخد، مفيش اي موانع الا بعض الفئات اللي هنذكرها. ابني عنده سخن النهارده مش هيتمنع، هيؤجل لحين انخفاض الحراره. ابني لديه حساسيه من البيض، احد مكونات لقاح البيض، ما ياخدش لقاح الانفلونزا. ابني عنده متلازمه الشلل الرباعي وده مرض مناعي لقاحات بتثيره، ده مش هياخد لقاح الانفلونزا. غير كده باقي الفئات فوق 6 اشهر، فوق 6 اشهر، مريض حساسيه الانف والصدر، مريض الربو، مريض السكر، مريض القلب، مريض الضغط، الحامل، الكل ياخذ لقاح الانفلونزا. بل مهم هقول له، هو انت تعرف ان في فرق ما بين البرد والانفلونزا؟ وخد كمان عارف ان في فرق بين البرد والانفلونزا، وفي حاجه اسمها كورونا، وفي حاجه اسمها المخلاوي، كل دي عدوات فيروسيه تتشابه في اعراضها تماما وانت لا تستطيع التمييز ما بينهم. البرد عدوى تنفسيه تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ارتفاع حراره متوسط، يبقى دافي الشخص، ما عندوش حراره شديده، ممكن ينزل شغله، عنده شويه زكام، زكام بسيط وبتلاقي بينزل شغله، ما عندوش الام في عظمه، ما عندوش مرض سريري ان هو جسمه مكسر، ده البرد. عنده احتقان بسيط بس هنزل شغله. طب الانفلونزا بقى ارتفاع حراره تصل الى 39 39.5، الام في العظم، جسمه مكسر مش قادر ينزل من على السرير، ده مريض الانفلونزا، جسمه مكسر، الام في العظم، صداع شديد، مشاكل تنفسيه، هو مش قادر فعليا لان الانفلونزا بيصيب العظم، الام، مرض بيخش الدم ويعمل له الام عظميه في جسمه ما بيتحركش من السرير. دكتور، ايه الارتباط ما بين ادوار الانفلونزا والالام الفظيعه اللي بنحسها في عظمنا دي؟ الانفلونزا تسبب الام عظميه، البرد لا يسبب الام عظميه. تلاقي الشخص عنده شويه رش وبيكح بس ممكن ينزل الشغل عادي، ما عندوش مشكله مع شغله، يعني ينزل مع يقدر يتحرك، ولكن مريض الانفلونزا الام في العظم والام في العضلات بتمنعه فعليا من ممارسه عمله بانتظام. ده الفرق ما بين البرد والانفلونزا. طيب الارتكاريا مرض العصر. يعني ايه ارتكاريا؟ رد فعل جهازنا المناعي تجاه شيء ما في صوره طفح جلدي او حكه جلديه. طب ايه الشيء ما اللي يخلي جسم الانسان فجاه يفور عليه ويجي له بطش حمراء وتورم واختناق وحكه جلديه؟ بحس ان ليه علاقه مباشره بالحاله النفسيه. انت قلتي 60% من اسباب الارتكاريا. مش هقول نفسي عشان الناس عصبية تزعل، عصبية، هنقول غير معلوم المصدر، هنفتح قوس كده ونحط العامل النفسي. يعني لا، انا بقصد ايه، انه كتير لما بيتحط في مواقف فيها ضغط نفسي او عصبي يلاقي نفسه على طول بيهرش. كلامك صح، بس خلينا نتكلم بصوره طبيه الاول. هو في الكتاب مش بيقول نفسي، بس الكتاب بيقول ايه، ارتكاريا مجهوله المصدر. يعني ايه مجهوله المصدر؟ يعني احنا قعدنا ندور على كل الاسباب العضويه لهذا الشخص لسبب الطفح الجلدي بتاعه ما لقيناش. طب هي الاول ايه هي الاسباب العضويه للارتكاريا؟ الشخص قد يتحسس من شيء ما غذائي، عملنا اختبار الغذاء ما طلعش عنده مشكله مع الاكل، وهو فعلا بيقول انا باكل ما بيحصل ليش الحاجات دي اثناء الاكل. عملنا اسباب البيئيه ما طلعش مسبب بيئي، عملنا الغده الدرقيه باجسامها المضاده، عملنا الجرثومه، عملنا تحاليل المناعه، ما وجدناش سبب عضوي لهذا الطفح الجلدي اللي بيجي فجاه. لما قعدنا مع الاشخاص دول خدنا منهم تاريخ المرضي، وجدنا ان معظمهم اشخاص توتريين، قالوا ايه بنسبة كبيرة جدا، استرس، التوتر، حصل لهم نوع من ارتباطات نفسية في حياتهم، صدمات، هو شخص توتري بالفعل، هو قلق زيادة عن اللزوم، كلما زاد تعصبه كلما زاد معدل الارتكاريا. طب يا دكتور ما هي بتجيلي احيانا وانا مش متعصب. ايوه صح. طيب هو الشخص العصبي لا، بعد فترة لا تصبح الارتكاريا مرتبطة بوقت عصبيته، بيحدث نوع من الاضطراب المناعي. يعني ايه؟ من كتر توتره وانشغاله الذهني، دي هنا دي هنا، انا خايف، انا قلقان، العيال، المدارس، الدنيا، الشخص ده بنسميه شخص توتري، تلاقيه حتى في العياده هو قلقان متوتر بسبب الارتكاريا، وبسبب توتره هو شخص توتري. بنقول له الارتكاريا تتحول من عدم ارتباط بوقت توترك انها تبقى متلازمه، تبقى موجوده فعليا، حتى لو انت النهارده سعيد ما عندكش اي حاجه تضايقك ممكن تيجي لك هجمه ارتكاريا. هيتعامل ازاي مريض الارتكاريا؟ مريض الارتكاريا احنا عملنا له كل فحوصاته، طلع ما عندوش سبب عضوي، شخصت ارتكاريا توتريه او ارتكاريا عصبيه مناعيه. الاول هل العيان ده هيقدر يقلل من توتره والانفعاله الزائد ولا لا؟ بعض العيانين بيقدروا يتحكموا
في توتر، بعد عيني يقول لي لا بتعرف. انا ما بقدرش، دي طبيعتي، ده سلوكي انا من زمان كده. هنقول اول حاجه هتحاول تعمل كده ان انت تبعد عن التوتر، كل ما يؤذيك نفسيا هتبعد عنه قدر الامكان. بنبتدي الاول نقول تعايس ومضادات الهستامين. دكتور انا باخد قرص الحساسيه برتاح، حلو جدا امشي عليه كل يوم قرص. دكتور لا انا ساعات بحتاج ان انا اخد قرصين في اليوم، ممكن قرصين في اليوم مضاد هستامين غير ضار جدا لو مشيت عليه فتره. طب فتره قد ايه يا دكتور؟ هنمشي عليه فتره. الارتكارية الغير معلومه المصدر كما اتت غير معلومه بتذهب لوحدها غير معلومه. طب دكتور انا مضادات الهستامين ما بقتش تجيب نتيجه معايا، هنزود الجرعه، هنغير نوع المضاد الهستامين لجيل تاني، غيرنا بقينا كويسين. لا دكتور احنا غيرنا ما بقيناش برضو كويسين، مش عامله تحكم في اعراضي، هضعف الجرعه. ضعفت الجرعه ما فيش تعب، انا بصبر في كل مرحله من دي ممكن عيني يخف، يعني انا يعني ممكن بقرص يخف، ممكن بقرص الصبح وقرص بالليل خف، ممكن لما ضعف الجرعه خف. انا بتكلم على عين بقى المقاوم اللي هو كل اللي انا بعمله ده وما حصلش نوع من الاستجابه. ببتدي اقول له هناخد جرعات معينه من ادويه الكورتيزون بجرعات مخففه تدريجيه، جزء كبير يخف. طب جزء تاني ما خفش، بنبتدي نعالجه بمثبطات مناعيه لفتره لحد ما يحدث نوع من التحكم. وفي الان ادويه بيولوجيه نزلت بتخفف من الاعراض دي بنسبه كبيره، بنأهله بنعيشه بنعمله نوع من التحكم لاعراضها، وهي تدريجيا مع الوقت بيجي عيان. دكتور فاكر لما جيت لك من الارتكاريا من 5 سنين الحمد لله خفت، نادرا ما بتستمر اكتر من 5 سنين، ده حالات نادره جدا. معظم الحالات بتختفي بالعلاج الدوائي، ما بتحتاجش اي تدخل، ولكن بنعمل دعم نفسي العيان هنتعايش معها وقتيا، بالفعل هي هتختفي كما اتت غير معلومه بتذهب غير معلومه. ايه الاعراض الخاصه بالارتكاريا؟ يعني مريض الارتكاريا وقت النوبه ممكن يحس بايه؟ فجأة كده العيان احنا قاعدين كده انكسف او اتحرك او حاجة ضايقته، تلاقي فجأة يجيله فوران، يحس ان في حاجة بتشكه في جسمه وجسمه يحمر، وفجأة يظهر بطش حمراء في جسمه، وممكن يؤدي ذلك الى تورم في الشفتين او صدمة حرارية، ان هو يجيله صدمة، ان هو يجيله صدمة حساسية، ان هو جسمه ينفخ ويورم ويجيله اختناق للأسف. هو قاعد فجأة وكويس وسليم، فجأة انا حاسس بشكشكة، انا حاسس بقى كلام في جسمي، جسمه يحمر، جسمه يورم، يجي له اختناق، يجي له بطش حمراء في جسمه او تورم او تضرر، دي ارتكاريا. الحق بسرعه، داخل في حاله نوبه حاده، الحق ناخد حقن افيل وحقن كورتيزون لو حاله طوارئ. طب انا مريض وبيجي لي باستمرار، لازم ابقى عارف ان انا امشي بعلاج تحكمي منعا انها تجي لي، باخده يوميا مش بستنى النوبه لما تجي لي. ده الارتكاري عشان اتجنب اصلا خالص، اتجنب الصدمه للبنات بالذات، في منشرة البرد اللي هو مع الساعه نفسيا لهم ارتكاري، ارتكاريا الحر، ارتكاريا الشمس، ارتكاريا الميه، ارتكاريا الخطيه الديرموغرافيزم، مجرد ان انت تعملي كده على ايده تلاقيه عامل اسمه خبطيه، تديك تعلم اسمها الارتكاريا الخطيه. تلاقيه ايه يا دكتور؟ ارتكاريا الخطيه، تعملي كده على ايد العيان تلاقي ايديكي طبعت اكن الكف بالظبط. ايوه ايوه ايوه، دي بتحصل كتير كمان، ارتكاريا خطيه او ارتكاريا تلامسيه، لمجرد ان حد لمسك او خبطك بشكل، اكتب اسمه كده محمد، تلاقي بالقلم تلاقي محمد ده عمل احمرار شديد كده وظهر اسمك كانك نحت على ايده بالاسم، دي ارتكاريا اسمها ارتكاريا الخطيه. ده انا بتهيألي كتير من الناس ما تعرفش الارتكاريا الخطيه دي، بيجي لهم مش عارفين مسماها، يجي لهم يلاقي الملابس الداخليه ده تلاقي ايه ده، تلاقي ملابس معلمه على جسمه. ايوه صحيح، قعد شويه تلاقي فيه ورم او احمرار، حد كدمه كده تلاقي مكان ايد الشخص ده عامله علامه بالظبط اكنه بصمه ايده بالظبط. طيب هي الارتكاريا دي مرض مرتبط اكتر بالسيدات ليه؟ يعني انا نسال السؤال ده مهم جدا. لا انا الاول يمكن الكلام غلط، يمكن اللي انا بقوله غلط. هرمونات العصبيه، لا يعني هل هو فعلا مرتبط اكتر بشكل اكبر؟ نسب الاصابه في السيدات أعلى. اكتر بكتير جدا. اسباب ايه بقى؟ ابحث عن التوتر، السيدات اكثر توترا، اكثر تحملا للمسؤوليه، واكثر حساسيه يا دكتور، اكثر قلقا من الناس، اكثر تحملا للمسؤوليه، اكثر قلقا وحساسين اكثر هرمونيا كمان، نفسيا تلاقي في ستريس في توتر عندهم عن غيرهم، حامل اتهام، بتفكر كتير، متوتره كتير، قلقه كتير. عشان كده هم اكثر اصابه بالارتكاريا العصبيه.